لا تقلقي. اسمعوا، دوامي من زمان خلص وتأخرت كتير بالرجعة على البيت. قررتوا بدكن تاخدوا الولد؟ ايه رح ناخده. هاتي المصاري، المصاري. اوه الحمد لله، هلأ هالمسكين ما رح يروح على دار الأيتام. تعال يا روحي. بس حبيبي ما يجي حدا بكرة ويسأل عن البيبي، أنا خايفة إنه يجوا أمه وأبوه للبيبي ويسألوا عنه وبدهم ياخدوه. لا تشغلوا بالكم من هالناحية، أنا بفهم بهالأمور، من زمان بشتغل هالشغلة. كتار بيتركوا ولادهم هون وما عاد يسألوا عنهم أبداً، وأساساً هالولد لو إله حدا ما كانوا تركوه لهلأ. يلا مبروك عليكم. الله يسلم إيديكي، شكراً كتير. ما نمسك. يعطيك العافية. تفضل. عم نسأل على طفل رضيع إجاكن مبارح، اسمه جمال كيرمان. بتلاقوا الولد بقسم الأطفال بالطابق الثاني. شكرا. امشي، خلينا نطلع على الدرج. استغفر الله. أنا كتير بتشكرك. نحنا لا التقينا ولا حكينا. ألف مبروك عليكم، ديروا بالكم عليه ماشي؟ حبيبتي يا روح قلبي، يا عمري، يعطيكي العافية. وين بحط هاد؟ بدك كمان؟ لا هيك منيح. ياسمين تركينا لحالنا شوي. انتي شو عم تحاولي تساوي؟ ما عم ساوي شي. وشو هاد اللي عم تساوي؟ طلعي، انتي ببيتي جوات مطبخي، وبنتك بغرفة ابني، وزوجي بسببكم زعلان مني وهاملنا وعم يدور على جمال، ولادي طول الوقت عم يسألوني مين هدول الناس وليش موجودين ببيتنا. بهار شو بدي أقول للولاد؟ بقلن هالمرة أبوكم كان متزوجة؟ كيف يعني ماله هون؟ أنا مبارح جبت له هون، قالوا لي بده فحوصات. طيب انت ما تركت معه حدا مرافق؟ لا والله ما تركت حدا، طلعت لي شغلة مستعجلة ورحت. يا انسي يمكن يكونوا بعتوه على قسم تاني، تأكدي منيح من السجلات. ماشي. جمال كرمه. ايه ما في، بلكي انتم خربطين والبيبي بمشفى تاني. استغفر الله. اسمع، شو اللعبة اللي عم تحاول تلعبها؟ حضرة المفتش، بحلف لك اني حطيته هون، وانا لما تركته كان بهي الغرفة، وحتى كان في ممرضة غيرك مو انتي، وكان مع دكتورة هي فحصته. حضرة الممرضة، رجاءا طالعي اسماء اللي كانوا مناوبين ليلة مبارح، رح ابعتهم لمديرية الامن. تمام؟ طيب ماشي.